شكرا لك حسن. قبل ما نمشي على المدربين كنا نحكيه على ثقة نادي بنزرتي المتجدد في ماهر الكنزاري، لكن ما كانش هذا الأمر بالنسبة للأولمبي الباجي وبالنسبة أيضا لأمل حمام سوسة. شو يدخل لها فريق؟ لا سامحني منظر زوز مدربين استقالوا. لا همش نجي واحد ما قعدش لي قالب تحت. لا لا استنى استنى. لا قلت ما كانتش الثقة ما تجددش الثقة. لا لا لأنه لا مش ما ثقتش واحد. اوكي اعترف اوكي. قبل ذلك حتى استقالة. اي. لا خاطر تنجم تستقيل. تستقيل وهي إقالة في الحقيقة. في تونس احنا قويين فيها. نستقيلوك بالتراضي يعني نستقيلوك ثم نستقيلوك ثم المصطلح هذا استقالوه استقالوه ثم المصطلح هذا قبل ذلك حتى ما نكون سيرت زميلي محمد علي فرسيش قبيله كي قال نقاطعوا ما حكيناش على مستقبل جابس وانتصار الثمين امام نادي حملوف مع الصور باش شاف حتى حد المقابل لك نادي مناش باش نقول مبروك الجماهير مستقبل جابس والمدرب وعاد السليم اللي كان قاعد هنا يا سي في بلاصته لا واللي في ثلاث المباريات الاخيره حصل على ست نقاط ست نقاط شوي بشوي مستعد قاعد يطلع ما تعطلوش على الاعلاميين خلينا نلقاو ونوريهم الحدوسي وجويلي ثم نرجعوا للبلاتو. متفاهمين تفاهمنا على اساس باش يمشي هو 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 عبر عن رغبته وعملنا لو ديغنوستيك نيسيسير وتفاهمت انا وياه خاطر ابري تو الجماهير ما عندهم يمشي حدوسي حدوسي ولدنا دونك الى انا بريفيري انسومبل دو لا سيبيراسيون والله علم علمك توا انا واحد من الناس قاعد دايف انا توا سي سمير جويلي لا اتصل به لا اتصل معناها ديريكت معناها في الراديو عمل استقاله ماهيش اقاله ما عمرنا ما عم خممنا في اقاله سمير مش توا مش نقولوا خممنا في الاقاله نتاعهم مالغري الدفاع تاع الجماعه الاخرى معناها تسبب فيها معناها كنا شفنا الملاعبيه كلهم باس ما نشكوش في مقدره سي سمير جويلي كنا الاسبوع الفارط اما الجمعه هذه نقول لك سي سمير معناها خاف من مقابله نادي افريقي تسبب بالملعب مانيش فاهم اما مش نقول لك التناقض الكبير نتاع سي سمير اللي نحن نقدره ونحترمه معناها يعمل قدم استقالته ما تعلم السي سمير ما نعلمش ما علمنيش ويكلم الكاتمان يقول للرئيس إذا تحبني نكمل ماتش نادي افريقي تعمل لي كونترا بعام ونص. في الجمعة هذه لا ملعب لا فلوس وتحب عام ونص معناها مش توكلهم أنت وتشربهم أنت الجماعي تناقض كبير. ربي يهديه ماهيش عاملة نتاع مدرب محترف كان ينجم يقول يا فلان عندنا مقابلة نادي افريقي نهار الاثنين راني مهما تكون النتيجة راني نقصد ربي. هو صرح لياني قال لي شرف لي باش ندرب صابر بن فرج. ومعناها وكلم صابر بن فرج تو انت تلوم على هكا تحب نكلمه بالواقع كلمه بالواقع معناها اتصل بصابر بن فرج قال له اتصل بالرئيس باش يعمل لي كونترا بعام ونص وانت تكون معايا جوان ما نحكيوش هكا راهو فضايح الكره عليها السلام. منصف شو الفرق بين التعليق بتاع الرئيسين معناها بين رئيس الاولمبي الباجي وبين رئيس امل حرام سوسه؟ علاش هكا منظر عملت كذا رئيس خليني مش نكون رئيس الاولمبي الباجي كوارجي يعرف كيفاش الحكايه وثم سيتون كوزين انترن هو فاطن بها هذه مشاكل داخليه غطاها وحكاها اما كي نسمع الحق الحمام سوسه الحكايه نتاع صابر بن فرج وسمير الجويلي ورئيس النادي والله يندى له الجبين هذه تو بربي كيفاش مازالوا هما عندهم وجوه باش يقابلوا الملاعبيه كيفاش مازالت عندهم وجوه باش يقابلوا الجمهور نتاعهم كيفاش عندهم وجوه باش يخرجوا يحوسوا في حمام سوسه يا خويا الحق سامحني منظر ثاني سفرست فيه البارح يسمى فيه مالوكار بالمجد لاني فريق توا كيما هذاك نضيعوه يا رسول الله هكا بين هذا قال وهذا قال وباش يلزم معاه جواره البرة والاخر يكذب في الاخر انا نقول هذوما مشاكل داخليه ما يلزمهاش توصل كيما مشاكل الحكام ومشاكل الجامع ومشاكل كل شيء ما يلزمهاش توصل للجمهور لكن اذا طاح القدر الجمهور ما عادش يحترمك. ثم حاجة في المدرب خاصة باش نحكي على سي سمير جويلي معناها اللي من حقه باش يتعب لأنه لازم يخدم في ظروف اللي باش تساعده معناها باش الخدمة أنا ما نحبش نتكلم خاطر ما عندناش تصريح نتاع سي سمير باش نعرفوا الحكاية نتاع لا يعني من ثم ريفلكس إعلامي صحيح لا من ثم حاجة ثم حاجة ثم حاجة سمير أنا سمعت البارح في الأسبوع في حصتنا الرياضية ثم تكلم وصرح وقال هكا 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 من ثم حاجات نجم تتصرح بها العلامة ثم حاجات داخلية فهمت انا بالنسبه لي انا ثم حاجات نجم تقولها للاعلام مش كل شيء راهو نحكيو على حريه مش كل شيء يتقال للاعلام
مش اي حاجه، مش اي دبه نمله معنا في وسط فريق مش تتقال، لانه ثم حاجه داخليه نتاع فريق، هذيك متهمه للفريق والمدرب خاصه ما بين المدرب واللاعبين.